أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: متى يكون القزع مكروها ومتى يكون محرما؟ وهل تقصير بعض الرأس وترك البعض يدخل في القزع؟ القزع محرم ما هو مكروه، يعني تشبه للكفار، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بالقول فهو. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احلقوا كله او دعوا كله. اما حلق بعضه وترك بعضه فهذا انما يفعله النصارى، ولا يجوز التشبه بهم. نعم. صاحب والقص مثل الحلق، اذا قص بعضه وترك بعضه هذا مثل الحلق.